توقفت الجريمة في تعز أم أوقفت؟ الأرقام التي تتحدث بها إدارة شرطة المحافظة تشير إلى تحسن في الملف الأمني خلال العام المنصرم. في المؤتمر السنوي للشرطة استعرض انخفاضا في نسبة الجريمة مقارنة بالأعوام السابقة. ومن خلال التقييم الشامل للتقرير الإحصائي والتقييمي للعام المنصرم سيتم العمل بجدية لتلاشي الأخطاء والإخفاقات في خطة العام الحالي 2020. سترى إن شاء الله مدينة تعز في عام 2020 الأمن والاستقرار، ونحن آلينا على أنفسنا أن نكون خدام لهذه المدينة في الجانب الأمني إن شاء الله. عوائق كثيرة وقفت أمام الاستقرار الكلي للوضع الأمني، لعل أبرزها المربعات المغلقة لعناصر خارجة عن القانون كما تصفه الأجهزة الأمنية، وشوارع المدينة التي تتحول إلى مسارح للاقتتال بين حين وآخر، بالإضافة إلى تدمير الميليشيات للبنية التحتية لمرافق الدولة خصوصا الأمنية. المعوقات التي واجهتنا في استتاب الأمن في العام الماضي 2019 هي وجود المربعات المغلقة والجماعات المسلحة وبعض أفراد الجيش الخارجين عن الجيش الذين المفصعين في الشوارع فقط، ووجود أيضا المتهبشين على الأراضي، وكانت هي المشكلة الرئيسية في ضعف الجانب الأمني، أيضا متابعة الخارجين عن القانون. رؤية العام الجاري لشرطة محافظة تعز أعلنت في قائمة أولوياتها الاستمرار بملاحقة المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة والحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح في المدينة، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات التشريعية بالمحافظة لوضع حلول لقضايا البسط على الأراضي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. أمال كثيرة يعقدها المواطنون هنا بالقضاء على الجريمة نهائيا لتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن لن يتحقق ذلك كليا إلا بدعم الحكومة للأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها بشكل كامل كما يقول القائمون على الملف الأمني. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.